اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. نعمل بقى النهارده اكل صحي. هعمل سمك فيليه بصوص الخضار او معاه خضار، وهعمل معاه سلطه طماطم حار. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. اول طبق هيبقى سمك فيليه بالخضار. نقول على المكونات: بسله، بطاطس مسلوقه، خل، ليمون، طماطم، بصل، سكر، دقيق، فلفل الوان، وطبعا سمك، وهيبقى فيه زيت للتحمير او زيت للاليه. هبتدي الاول اجهز السمك عشان يتقلي، والسمك بيتقلي او بيتحمر نبقى ابتدي في الخضار. دقيق. انا ليه بحط دقيق برضو؟ علشان اللي ما تابعش قبل كده يبقى عارف. الدقيق بيساعد على ان السمك يقرمش، وعشان ما يلزقش في الطاسه كمان، عشان دايما كانت مشكله اغلب الناس ان السمك بيلزق في الطاسه، فطبعا ايه تتقطع السمكه بتتبهدل وتبقى ايه طالعه مش مظبوطه. انا حطيت ملح وفلفل، واحط معلقه صغيره سكر. هيعمل ايه بقى السكر ده؟ حطيت نص في نص. انا السكر ده هيخلي السمك ياخد لون ذهبي سن. خلاص مش عايز اقلب بقى كده. طبعا في زيت على النار بيسخن. هاخد قطعتين السمك زي ما بنقول كده، بن ايه بنبدرهم بالدقيق. والتانية اتاكد ان الدقيق وصل في كل الاركان بتاعه السمكه علشان يبقى كله مقرمش من كل ناحيه. قرب بيها كده على الطاسه. طول ما في بقليل طلع يبقى احنا ماشيين كويس. اغسل ايدي سريعا سريعا. خلي الطبق ده هنا علشان اطلع فيه السمك بعد ما بورق مناديل. هجهز كل حاجه احطها في بوله واحده. هاخد نص بصله هقطعها زي ما هي كده، يعني على شكل هلال، واحنا شغالين بنقطع برضو ودان والعينين. في المطبخ هيبقى اسهل بكتير ان احنا نقدر نبقى شامين ريحه السمك، لان ريحته هتطلع وهو بيستوي. عاوز طاسه طاسه. طيب جهزنا البصل وفلفل الوان. دي بطاطس مسلوقه ثلاث ارباع سلقه تحط معاها. المكونات اللي قوامها جامد بتبقى دايما كلها مع بعض. اخبار السمك ايه؟ براحته. شويه كده من الزيت الزيتون. يعني احنا المفروض ان الاكله دي صحيه شويه، اللي فيها بس مش صحي سنه السكر، ممكن ايه نتغاضى عنها او ما نحطهاش خالص. معلقتين كبار زيت زيتون. طماطم. اقطعها برضو نفس تقطيعة البصل، بس طبعا الطماطم هتبقى ميعاد نزولها الطاسة هيبقى بعد البصل والطماطم، اسف، بعد البصل وفلفل الوان والبسله. فممكن نخلي دول مع بعض. اقول لحضراتكم حاجه، لو رتبنا الافكار او يعني رتبنا الطبخه قبل ما نبتديها تلاقوا العمليه سهله جدا. يعني ايه رتبناها؟ يعني انا دلوقتي عارف ان دلوقتي البصل والفلفل والبطاطس هينزلوا في الطاسه دي اهم، ينزلوا ابتدوا يتشوحوا مع الملح والفلفل، بعديهم البسله والطماطم، بعديهم شويه الخل، وبعدين الليمون يتعصر على السمك كده. ده لازم يتقلب دلوقتي. جميل قوي.
وادي بصل والايه والبطاطس وفلفل الالوان، شويه صغيرين من الملح، قلب. صحي بقى يعني هنمشيها ازاي؟ يعني مش هنخلي الخضار يستوي قوي، مش هنطر البصل ومش هنطر الفلفل، هخليه شبه نايم. لان حضراتكم طبعا اكيد عندكم خلفيه ان كل ما الخضار بيتسوى زياده كل ما بيفقد الفيتامينات اللي فيه. فلفل اسود، يبقى اللي مش صحي بس ده معلقة السكر الصغيرة اللي اتحطت والملح. أكيد مش هناكل أكل من غير ملح، يعني برضو لازم الأكل الصحي يبقى فيه طعم. لكن ممكن بقى نستعمل حاجات تانية، ممكن نحط حتة أنشوجة، ممكن نحط نقطتين صويا صوص، في طبعا بدايل تانية. أعتقد إن البسلة دي هتبقى كتير قوي، فأنا هحط إيه نص الكمية بس. البسلة دي بتتاكل ناية على فكرة، طعمها تحفة. يعني مثلا لو طالعه من الفريزر متجمده واتحطت على الرز وهو بيستوي، زي ما هي متجمده واتحطت على الرز وهو بيستوي تبقى تحفه. محتاج اقلبهم. شوفوا الفرق بقى، هقول لحضراتكم حاجه. الناس بتقول لي ايه، انت ازاي بتقطع بسرعه كده وازاي بتقلب الطاسه كده؟ دي طاسه بروفيشنال، تمام؟ ما بحبش استعملهم قوي هنا لان انا بوصل رساله للناس في البيت. دي بصوا حضراتكم تلاقيها سهله يعني في التقليب. الطاسات التانية زي انهو زي دي ما هياش بروفيشنال، فدي لو جيتوا تقلبوا بيها كده هتلاقوا الحاجة بتطلع. احنا عشان احنا متعودين فبنحاول نحكمها. فعشان كده طبعا لو في امكانية ان الواحد يستثمر في عدة مطبخ كويسة بتعيش العمر كله وبتبقى اسهل وبتخلي الواحد حاسس ان هو بيعمل فن وشغال كويس قوي. ودي طبعا حلاوتها انها ممكن تروح داخل الفرن مفيش مشكلة. انا كده شايف ان الخضار ده تمام. نحط عليه بقى ايه معلقه خل. خلي بالنا من موضوع الخل ده، انا هنا في هوا جامد قوي ورايا فما بيطلعش دخان. الدخان اللي بيطلع الصغير ده في المطبخ هتلاقوه بيخلي الواحد يكح جامد قوي، يعني ممكن يوجع العينين كمان. وادي القطعة التانية. نطفي النار ونبعد دي عن النار كده علشان ما يقعدش الزيت. طبق بقى كبير نحط فيه الخضار كله وعليه قطعتين السمك ونعصر عليها شوية ليمون. طبق كبير. لما بهز كده لو في حاجة لسه ماسكة في الطاسة تحت بتنزل على طول. شوفوا حضراتكم الكمية كبيرة قوي لكن ما نقلقش منها، ده كل ده خضار فكل ده صحي وما يضايقش خالص. هو يا دوب قطعتين السمك، يعني أكلة تأكل واحد يبقى مظبوط وشبعان، وأخد كل أخد نشويات من البطاطس وأخد فيتامينات من الخضار وأخد بروتين من السمك، أكلة متكاملة مفيهاش أي حاجة. ادي التانية. فاضل بس نديها عصرة ليمون سريعة. فين الليمون؟ ادي الليمون اهو. هعمل ايه بقى؟ هاخد دي كده ودي كده عشان لو عاوزين نبقى نزود ليمون.
واعصر بقى ايه الباقي كده. عندي شوية زعتر هنا، ده مش موجود في المكونات لكن موجود عندي، فخلي شكلها برضو كويس. يبقى كده النهارده اول طبق كان سمك فيليه بالخضار او بصوص الخضار. هطلع فاصل وارجع اعمل مع حضراتكم بقى سلطه الطماطم حاره. خليكم معايا بعد. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا سمك فيليه بالخضار او صوص الخضار. نعمل بقى الطماطم الحاره او الطماطم المتبله. نقول على المكونات: طماطم، جزر، فلفل حار، بصل، كمون، شطه، بودره، وثوم. عندنا حل من اتنين، ممكن نجيب الفود بروسيسر او الطاهي المنزلي او الطاهي الالي ونحط فيه اغلب المكونات ونفرمها كلها مع بعض، ودي الطريقه الاسهل طبعا. وممكن لو رايقين بقى وقاعدين عايزين نعمل اكله نبتدي نقطع. طبعا انا ايه هتجه دايما للطريقه الاسهل اللي هي الفود بروسيسر. طبعا كميه السبايسي او كميه الحراق راجع لحضراتكم، يعني اعتقد ان كفايه كده. احط البصل والفلفل والثوم كل ده في الفود بروسيسر مره واحده كده. كده بصل كتير، نص بصلة كفاية. جزر نص كفاية، خلي دي عندي بس في الآخر هزوق بيها. أنا بقطعهم كده علشان أسهل على الفود بروسيسور إن هو يفرم بسهولة. ثلاث فصوص ثوم، شطة حارة، معلقة كمون، ونشيل الكلام ده كده من هنا. زيت زيتون، حط نقول ايه مثلا ثلاث معالق. كفايه قوي. معلقه ملح صغيره. السلطه دي بقى حلاوتها انها تتعمل بدري شويه وتتحط في علبة مقفولة وتتساب لها كده ساعة في التلاجة، تطلع بتبقى ايه ممتازة. نفرم بقى الكلام ده كله مع بعضه. تمام قوي، هدوقها طبعا هتطلع مولعه. حرقه. خلي بالنا بقى لانها حرقه قوي، فطبعا اللي ما بيعزش الحرق قوي بيخلي باله بقى من الفلفل يخفها شويه. وقطع الطماطم بالكور بمكان ما بتنبت. هتقول لي ليه؟ اقول لك علشان لما هتحطها في الثلاجه ساعه ما تفكش بعضها وتروح ايه تتهري خالص. هي كده كده هتتهري بس انا مش عايزينها تتهري على الاخر يعني. طبعا ننقي طماطم تكون ناشفه شويه، ارباع كده او ويدجز. عايز اقول لحضراتكم ان احنا عندنا في مصر دلوقتي يمكن نوعين طماطم بس، الطماطم فيها حوالي انا كنت فاكر ان هم 7 أو 9 طلعوا 40 نوع طماطم او 42 نوع طماطم. طبعا الواحد بيتعلم طول ما هو عايش، لما بيسافر اكتر وبيروح بلاد مختلفه بتلاقي عندهم في حاجات تانية خالص مختلفه عننا يعني. بوله نشيل ده دلوقتي. الاسباتشيلا فين؟ يعني كل مثلا في ايطاليا كل بلد عندها نوع الطماطم، مش نوع واحد يعني، عندها كذا نوع للطماطم. في فرنسا نفس الكلام بس هي ايطاليا فيها اكتر الانواع. في طماطم لونها اسود
دي انا كنت عارفها بقالي شويه، موجوده في لبنان كمان. ده خلاص التتبيله دي كده ناشفه، محتاجه ايه يعني؟ محتاجه تاخد شويه زيت، كمان معلقتين ثلاثه هتبقى كفايه. نخلي بالنا بقى من ايه، من المرحله اللي جايه دي. دلوقتي انا هحط الطماطم هنا، تمام؟ خلي بالكوا كويس قوي، محدش بقى يحط ايده ويقلب، لو حطينا ايدينا وقلبنا هيحصل مشكله من الشطه دي، يعني نلبس جوانتي يا يعني نقلب بمعلقه. انا هقلب بمعلقه علشان ايه؟ انا موضوع الجوانتي ما بحسش ان انا مش متحكم بصراحه فيه، في حاجات بضطر البس فيها جوانتي بس دي حاجه من الحاجات اللي المفروض عايز يلبس فيها جوانتي، بس انا ايه؟ هقلب كده. طبعا في البيت هنقدمها كده على طول كده خلاص، بس بعد ايه يعني؟ ممكن حتى بعد ما نعمل كده نجيب الكلين فيلم او اللي هو الورق البلاستيك ده ونقفلها بيها كويس، تبقى ساعة في التلاجة. حط عليها بقى ايه، زيادة حراقة على الاخر. اي حاجة شكلها مش على المزاج تتشال. واحدة واحدة عشان ما ايه، ما وسخش الطبق او ما لحوش الطبق. تقدروا تعتبروا ان الخلطة اللي انا عملتها اللي هي التتبيلة دي تمشي هريسة، يعني هي حراقة كفاية انها تبقى هريسة. كده جميل قوي. عندي انا شوية زعتر تحت هنا في الرف ده اهو. طبعا ممكن مع الخلطة دي نحط روزماري او نحط زعتر او نحط شبت، اي حاجة خضراء عمرها ما هتضر. يبقى النهاردة عملت لحضراتكم سمك فيليه بالخضار او بصوص الخضار، عملت معاه طماطم حاره جدا. الف انا وشيف، اشوف حاجه جديده. باي باي.